السلام عليكم تلاميذ دوري سكول، مرحبا بولدي طلال، وان شاء الله يلحقوا علينا البقيه. احنا خاطر مربوطين بوقت ضيق، ماذا بينا ما نضيعوش حتى دقيقه ونتوكلوا على ربي في الريفيزيون الثانيه هذه لدوفال كونترول نيميرو 1 بالنسبه للباك 2023. سيستمنا اليوم هو ريدكتور دو فيتاس. الموفمون باش يجي من البيس نيميرو 1 اللي هي لارب الموتور، توصل للارب نيميرو 4 اللي باش يربطهم ببعضهم هو المونشون 2 والفيس دو بريسيون 3. هذايا باش يكون بمثابة لاكوبلومون اللي باش يربط لي دو زارب هما عندهم نفس الاكس. ب لاكس نيميرو 4 عنده في الاكستريميتي غوش بتاعو بولي 10، بولي معها كروا وبولي ريسبتريس يعملوا ترانسميسيون دو موفمون دو روتاسيون من لاكس 4 حتىش للاكس هذا شنو اسمه 12. به باش يدور الدوز يدور من الشيرة يسار زادا باش يدور بينيون هذا نيميرو 25. دار الفانسانك إلي أنغريني مع رو 28 اللي بيدها بدورها أنكستري على الأربر ترون باش تخرج روتاسيون دو سورتي لهنا الليزون اللي صاير ما بين الرو 28 والأكس 30 هي ليزون كاسترومون أسوري بالفورم هذي. عمل لنا كوب لهنا، عمل كوب بي بي ريان كو باش نشوفو الالور نتاع لاكس في البارتي هذي باش نلقاو الفورم هذي نعرفوها مش غريبة علينا. سوسون دي كانيلور دونك لارب نتاعنا كانيلي في عوض نعمل كلافيت برك عملنا كانيلور تكون ستركتور أصح وتنحي لنا الروتاسيون كيما الكلافيت. وباش نحيو الترانسلاسيون عملنا لهنا الانو الاستيك ولا السيركليبس 29. كي العادة هاني لونت بالمسبق، تنجمو نتوما على الكوليكوب نتاعكم تلونو وتولي الخدمة اسهل برشا وجربو شوفو. به الفاست نتاعنا اطلب منا في الفونكسيون تكنولوجيك 22 قالنا كومون on a guidé l'arbre rotation, l'arbre 4, nous avons le dessin interne, l'arbre 4, il est guidé en rotation, de roulement 5. Lier la poulie 10 de l'arbre 4, poulie 10, l'arbre 4, lier en rotation le clavier 7 ou en translation le système هذا vis ou man rondelle vis numéro 8 ou rondelle 9 من le côté gauche ou le côté droit comme le rondelle spéciale 6 ou man l'épaulement. نشوفوا لي بولمون ما وصلش لهنا دونك نزيدو باج باش تولي كوم سي عندنا اي بولمون لهنا. دونك اون الي لا بولي 10 على لابر 4 افيك فيس 8 روندل نيميرو 9 ايبولمون ومعهم كلافيت اللي هي نحت لنا روتاسيون كلافيت روبير متاعها سيت كان صدقني ربي. تعداو الفونكسيون تكنولوجيك 24 ترانسميت لو موفمون دو لارب 4
الاربر دوس ما ثبتش اليوم تسمعوا فيا ولا ونده الطول انا كم سي تسمعوا فيا بلي كونفيرميو لي اسكو تسمعوا بالباهي ولا نشوف حل. ايه طالب عايش قالت لو ترانسميت لو موفمون من لابل كات لابل دوس من الكات الكات هذا للدوس عندي سيستم تاع بولي كوروا بولي ديس بولي ديس والبولي اونس والكوروا كرونتي نيميرو نيميرو 15 مثلا سي حط الفلاش نتاعها لهنا نحطها لفوق مش مشكلة احنا طبعا ولينا عنا لي مويان باش نجمو نقراو الديسان دونسومبل نتاعنا مهما يحاول يصعب. مرحبا سي ادم غايب البارح راهو التسجيل تنجم تلقاو برشا تسجيلات في اليوتيوب وفي الانترنت بصفة عامة اما الحضور في السيونس فيها انتراكسيون بيناتنا نجم تسأل اللي تحب وتعرفني نقعد معك حتى بعد الوقت ما يقلقنيش. نشوف وش بيه شكون عندنا هزيد سي ادم مرحبا. هاي سي ادم مرحبا ولدي عايشك سي ولا غالب سي البارح نسيت خرجت بقضية من بعد تفكرت من بعد واحد السبع نلقى تفكرت الليسونس حتى انا كيفك ما في بالي ملومش حتى انا كيفك البارح كل ساعة ننسى بعدها نتفكر نتفجع قول لي فما شكون فيقني به وبعدها نعاود ننسى من جديد هذيك هي الدنيا ولدي. اما ديما الحصة انت حاضر معايا نقعد نحكي مع بعضنا هيك وتسأل وما تفهمش حاجة تحبسني من فوتها كما نفهمه خير برشا من انك تلقاها مسجلة الحصة حد شيء نعرف احنا حتى احنا نريفزو يبدأ المذهبية يبدأ عندي الماكسيموم تاع دوفوارات كوريجي بعد اشوف لي شنو خدمت فيهم تلقاني خدمت 10% اذا كان يخدم دونك اللي دخلوا مع البروف يكون هو خير برشا عندك تلقى مسجل ولا كوريجي. فرجت مس البارح والله فهمت مس فرجت وفهمت فرجت فهمت مسجل هاي ما قلقتكش قصة الضوء في الاخر احنا قص علينا الضوء قص تاني الكونيكسيون في الاخر اما هروزمون في شوية ديسان جرافيك الاخراني يعني جديد علينا وبعث لكم الكوريكسيون دونك مش مشكلة ان شاء الله اليوم تمشي معنا فرحة الكوريكسيون ان شاء الله هاي مرحبا بولدي اذا كان فما اي سؤال باه ما تنسيش الله ولا بك وصلنا وصلنا للترانسميت لو موفمون دو لابل 4 لابل 12 قلنا البولي 10 و 11 والكورو كرونتي 15 نرجع للفاست بتاعنا انا دو بولي موتريس و بولي ريسبتريس الموتريس اسمها 10 دو بولي 10 مسيو كوركسيون على الكلاس روم فوالا نورمالمون هيك انا تيليشارجيتهم ومن بعد الريسبونسابل على البارتاج هذيك هي اللي باش تلقاها نورمالمون هبطتها الكلاس روم بولي 10 و 11 والكروا كونتي نمرها 15 ترانسميتر لو موفمون دو الاربر 30 كيفاش وصل الموفمون للابل 30 تمشيو بالالوان معايا لابل 30 هو هذا كيفاش وصل الموفمون بعد ما وصل لهنا وصل الموفمون للاكس 12 ساي بالبولي والكروا وتوا تعدى لل 30 باللونغروناج لونغروناج فيه 25 بينيون الصغيره نقولها بينيون والكبيره نسميها رو مع بعضهم يتسمى كوبل دونغروناج والانغريناج ببساطة يبدأوا برشا مربوطين في بعضهم ويقولوا تران دونغريناج كي ترينو دونك انغريناج فيه 25 وفيه 28
نمبر 25 28 بعد لي لارو 28 ألعب دو سورتي 30. هذه ميزات كي كنت نحكي لكم عليها كيفاش ربطنا لاربر 30 هذا دو سورتي مع الرو 28 ربطناه بالكاندو والبولمون من اليسار والسيركليبس من اليمين. ما عادش تلقى نفس وين تتحرك لا اليمين لا اليسار لا تنجم تدور بارابور لاكس 30 على خاطر فما لي كانولي. كانولي عنده نفس الرول نتاع كلافيت تبقى الكلافيت ما فيهاش روح كيما اللي كانولي. تخيل انت بالطبيعة يبدا في ال 28 فما الفورم هذه فمال وعنا الفورم مال في الترون دونك يركبوا في بعضهم كل كعبة كأنها كلافيت كل واحدة كأنها كلافيت باش تدخل في رينيو جامي تنجي نجم يدوروا بارابور لبعضهم مهما كان الكوبل اللي باش نعديوه بو امبورت الفالور دو كوبل ترانسميتر مهما يكون البويسونس قوية به. دونك نجاوبو عن كانديو مع مسير كليبس سيركليبس ريبير نتاعو 28 توا باش نشوفو العكس عطانا الكونستيتيون ولا البروسيسوس و باش نلوجو الفونكسيون تكنولوجيك دو رولمون 31 نعرفو ان رولمون يعملو القيداج دونك 31 نشوفو جيست القيداج نتاع شنو 31 وين 31 هما لي رولمون هذوما يعملو في القيداج اون روتاسيون نتاع 30 دونك ليدي 30 en rotation. Assurer l'étanchéité du réducteur, tu vois là où j'aurai les joints. Les joints, on a un joint 17. C'est un joint à lèvres. Un chauffe-eau aide. Monsieur, c'est un problème. Monsieur, c'est un problème. Monsieur, كيفاش نعرفو الاربر موتور كيما في سيستم كيما هكا كيفاش نعرفو الاربر موتور الاربر موتور الخدمة نتاع ديسان دونسومبل خذ قاعدة ادم وحنا نخدمو تابلو نتاع نومنكلاتور ما يبعدش عليه يعني تو نلاحظ حتى تلامذتي في الدوفرات يعمل طلع التصويرة يقلب التصويرة ويبدا يجاوب على الأسئلة راهي ديسان دونسومبل يتكون من ensemble de vues و le vue واحدة تكفي ومعه تابلو نومنكلاتور والكارتوش اللي هي على فيها ليشيل وفيها النورم دو ريبريزونطاسيون دي زانفورماسيون اخرين ممكن نهمونيش برشا والتيتر نتاع سيستم. دونك وقت اللي نشوف الان نلقاه ارب الموتور الموتور هو اللي باش يولد لنا الانرجي ميكانيك في السيستم يا اما عندي مانيفير يا اما عندي فيرا معناها الاكسيونور اللي باش يولد لي الطاقه الميكانيكيه في السيستم باش نلوج عليه هو يا اما من هنا باش تدخل الموفمون يا اما من هنا الان ما عنديش عليها فكره شنو راكب فيها والترونت زاد كيف ما عنديش فكره شنو راكب فيها من هنا شكون باش يقول لي على الفكره نجي نقرا في التابلو نتاعي الان هي اربر موتور ساي تحلت المشكله معناها لهنا فما موتور الموتور هو اللي باش يعطيني الروتاسيون في لونتري دونك نعرف هنا الاربر موتور كان نمشي نشوف الترونت نلقاه اربر دو سورتي ساي معناها ما عادش فما حتى شك انه هذا اللونتري وهذه السورتي واضحه واضحه جوان دي دونشيتي قلنا 17 نمشي لو جوست 17 هون اسم جوان دي دونشيتي بكر وين نقرا في الديسان قبلكم توما ونلون فيها ماني نسي حتى انا كيف نحضر دروسي قبل ما نجيب حلوكم قلت شبيه الكونستركتور ما حطش جوان من هنا كان ينجم يحط اما ما عندهش حتى معنى كان حط جوان من هنا نعرفوا انه وين فما كروه فما برشا يزور
اللي عنده موبيلات يعرف اش معناها كرواء، ديما تلقاه دبش ومسخ بك البافيور الصغيرات نتاع القشور معناها نتاع الكرواء. دونك الكرواء بشوي بشوي باش تتاكل باش تمسخ الدنيا، تحط جوا على هنا ولا ما تحطش كيف كيف، البلاصه هذه باش تكون مسخه برشا. باركونتر الداخل عندي عندي ترانسميسيون بالانغرناج، نجم يكون فما حتى باندويل هنا باش نعملو ليبريفيكاسيون، نجم نعبيها حتى بالزيت. دونك جي انتيري اني ما تعداش الامبيورتي والوسخ والغبره نتاع اللي باش تصير لهنا في جره السيستم بوليكوروا، باش ما تعداش للبارتي هذه باش نحط جوا لهنا، وتكون الاجابه نتاعنا على اخر فونكسيون تكنولوجيك اف تي 28 لتانشيتي تصير بجوان تانشيتي نمرو 17. Complétez le tableau suivant en indiquant les pièces associées aux différentes classes d'équivalence cinématique ABCD. Je vous fais une forme de la pièce à une classe ainsi que le graphe des liaisons correspondant. Nous ne sommes pas en train de faire le graphe, juste pour faire la précision des liaisons choisies. Bien, dans le A, nous avons la pièce 1. Nous avons vu la dernière fois avec les couleurs. الكولورات مهما تطور العلم يعاونونا برشا في الديسان دونسومبل، في الليكتور ديسان دونسومبل. قالك البياس اون تابعة لبلاس ديكيفالونس ا، وين الاون؟ الاون هي هذه. دونك البارتي الحمراء بكلها باش نديكيوها، عندي الان دو تروا معاهم كات، الباك انتيريور متاع سانك سيس لي روندالي هذي، سيت كلافيت، الويت الفيسا، والنوف روندالي هذي، الديس هي البولي. شفتوا كيفاش من غير كولورات يتعبوني شوي، اما بالممارسة تولي تستانس بيهم مش مشكلة. ادم الوهي لنقر ايوه هادي مسيو سيدي، ليه باش نسالك مسيو؟ نحن في الكلاس مسيو قريناه مع ديسان دونسومبل، البروف تاع الكلاس قلت لنا تبدا عندنا رونديل ولاربر مسيو، الفيس هي السكر ما بيناتهم، يعني شادين الرونديل على الاربر بالبريسيون تاع الفيس تاع التيت بتاعهم. قلت لنا هذيك باراديرونس، ما فهمتيش مسيو هذيك، فسر لي باش نجم نفسر لك. الرونديل مسيو هذيك، هذه نيميرو الفيس نيميرو 6 ولا هذي الرونديل هذيك مع الفيس المشدوده في الاربر هذيك، هذيك في السي رونديل اللي بجنب الفيسا بالضبط اللي لاز عليها الفيسا. تو هذيك مسيو باراديرونس هذيك ولا بارابست؟ هذه تو الرونديل باش تنزل بار اديرونس، اما اني عندي الفيس تيت دو فيس هي الاوبستاكل اللي باش يمنع الديس من انها تمشي لليسار. قلت لنا في بار اديرونس الرونديل دور مع الفيس تعمل روتاسيون، اللي هي روتاسيون الرونديل مع البولي هذيك مع الاربر ولا البولي نسيت شو. يعني اذا كان دورت الفيس بس الفيس معناها الفيس باش تعمل بريسيون على الرونديل، والرونديل باش ترانسميتي على ما فماش، ما فيهاش مشكله هذه. ما فهمتش اني باراديرونس تسمى متسميش اوبستاكل، الفيس اوبستاكل علاش؟ هي تقول لك هي فما اديرونس، الاديرونس هي باش تصير اللي ما بين الفيس والرونديل، والرونديل مع البولي فما اديرونس بيناتهم، اما الفيس سي ان اوبستاكل كي اليمين الترانسلاسيون دو لا بولي 10 فير لا غوش.
وهي فسرت لنا كيفاش مسيو كوتلاس، قالت لنا راهو مثلا كلافيت باش الاربر باش تدور مع البولي مو كلافيت. قلت لنا الكلافيت جاي ما بين الاربر والواحد والبولي، هذيك تسمى اوبستاك. اما لهنا قلت لنا الفيس ما جاش ما بيناتهم، يعني جاي معناها بالبريسيون تاعو تتسمى باراديرونس ترانسميتر للموفمون باراديرونس. هو باش يكون اوبستاكل الفيس هذايا، هو اوبستاكل للبولي ديس باش ما تخرجش على اليسار، تبقى خاطر الفيس التات نتاعها صغيره تنجم تدخل في وسط المويو نتاع البولي، نزيدوها باش نكبروا لها السيرفاس دو كونتاكت، نزيدوها روندي. اما هذه اوبستاكل، هذه عثره لهنا. شنو هو اوبستاكل بالعربي؟ هي حاجز، هو حاجز ما تخليوش تخرج الروندي. حاجز اديرونس معناها بالتلامس بالاحتكاك، ما فماش معناها وجهه مقارنه بين فيسا وبين اديرونس. فيس اوبستاكل ما يخليش هذه تخرج البر، جيت زدناه رونديل مست فيه من هنا ومست في البولي من هنا باش تكبر السيرفاس. شوف الفيسا راسها مزغل باش تدخل في وسط الترو، باش تدخل في وسط الترو اذا كان ما فماش رونديل، دونك باش نكبر كأني كبرت الراس نتاع الفيسا هيك رديته قد هيك زدتها رونديل باش نجم يدور، باش نجم يدور معاها، باش نجم تكبس، مش باش نجم تدور معاها، باش نجم تكبس على البولي ديس. ريت الترو نتاع البوليس ها باش نوريك حاجه ونفسخوها من بعد. البولي هذايا لليزاج نتاعها، شفت هذايا الترو نتاع البولي، كان جات ما فماش رونداله كي تدور الفيسا ما تنزلش على البولي، دونك تدخل لداخل وتخرج البولي، تبدا تنجم تمشي وتجيها ما عملنا شيء. يعني في الاخر نحب نحي ترانزلاسيون فير لا غوش، جو فو اليميني لا ترانزلاسيون كيما اليميني روتاسيون باش نتحصل على ليزون كاسترومون. نعمل اوبستاكل اللي هو اسمه ايكرو، كان عملت لي كان جات التات نتاع ليكرو قد نكا ما نحتاجش الروندي، ما نستحقش الروندي تبقى ان الجي 3 ديما ستاندار، نمشي نشريها حسب الدياميتر اللي عندي لهنا، نلقى التات نتاعها قد نكا صغيره، نزيد رونداله باش نكبر السيرفاس دو كونتاكت ونعمل اوبستاكل. سي تان فري اوبستاكل للبوليديس. اش باش نقول لك ودي، مادام قالت لك هيك كان سالتك قالت اديرونس في الدوار قولها اديرونس، سامحني الغلط. ديما نقريكم على شنو يجي في الباك، بعدها تقول لي راه استاذتنا قالت لنا هكا ولا هكا، نقول لك في القسم تبع استاذ انا نقري فيك الكونكور تاع جوان ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك فيك، نرجو نواصل ان شاء الله.